على اسوي انه انا وانت تضربنا. ها يلا ايوه خليها كارت. ايوه سوي انه احنا الضرب. حط هذه وقف هذه هنا. لا يا سامو ها اسكت. غبي انت. ابشر بعوض. خبطها بذي في غبي انت. ايش ما انا ما خبطها والله العظيم انه هذا اللي حلفها والله انا هذا كنت معصب كذا وخبطتها فرايد. بسيطه ما عليك بسيطه. بالله كسرتها بسيطه من جوا كسرت من جوا. ايش من عوض حصل فيها خلاص ما لها شاشه خلاص. طيب ايش من عوض؟ ليش خلاص بنجيب واحده ثانيه. كم بوصه ذي؟ معليش كم عوض؟ ليه رميتها؟ ما رميتها. انا بالله ما انا اسمع ليه تضحكين على انا كنت تضحك؟ انا كنت معصب. اسمع اسمع خلاص هي جت على البيت يلعن امها شاشه انكسرت. خلاص يلا ابشر بالعوض. ما ابو عوض عوض هذا يا حبيبي في الديره عندهم انا مالي صلاح. لا تبدا تقول لي ابشر بالعوض. ليه تكسرها يا اسامه؟ يا ابن الحلال كم 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 بوصه دي؟ اعطيني اعطيني جوال الحين خليه دقيقه انا جاي اطلب واحده الحين ابو خش بخش من ريال لا يقعد يتمنن علينا. بالله كسرت ايش بامك؟ خلاص بنجيب واحده يا اخي. يمين بالله ما تسروا الا تجيبوا شاشه اليوم. يمين بالله ما تسروا انت ابله. هذا مزح هذا يا اخي مو مزح كنا معصبين. ايش شرع اللي عندك شق يا رجال؟ يلا خليني امشي رايح. اسمع اي ارفع ضغطه. اسمع شخصنها وسوي انك يعني تبي تمشي. صلى على النبي يا رايد. اهدى اهدى خلاص ترى ثامر معصب بس ثامر معصب معلش. معوض يا ابو سعد. انا كمل اعلانك يا رجال. كمل اعلانك. الدنيا الدنيا خير. خلاص خلاص والله ما تطلع اليوم يا اخوي. بنسري ورجلي فوق رقبتك ولا اشوفك شيء. والشاشه تصلك بكره. لا ما بتصلني تصلني وانت عندي. لا تكلم معي ولا ضيعك. توكل على الله. اسمي حتى توكل. صل على النبي يا رجال. خلاص راد صل على النبي. اول روح يمين انت. ايش بك لا تخلي اكسر بعد هذا. خلاص يا رايد خلاص والله بجيب سبت لكم الغرفة. كسروها أنا. كسروا غرفة عشان أنا أجي أنا أقيمها. خلاص ابن خلاص ابن الناس كاملة. ترى ما ترى الأخلاق هي انقلبت جد ولا إيش أرجع؟ مو جد بس الرجال شخصنا يعني زعل مني شخصنا. طيب أجيب قيمة الشاشة. كيف؟ قيمة الشاشة. ها خذ جوالي مكان. ترى أقول أغلى منك ومن شاشتكم. لا أقول أغلى منك مرة. يلا مرة. انت علمك الحركات دي صح؟ علمك البزر هذه الحركات. اقسم بالله بزر. خلاص يعطيك العافية يعطيك العافية. ما انت خارج ما انت خارج. رد رد هذا الشاشات. رد لا تضحك والله ما تخرج لين تجيب شاشة. والله خلاص تكسرها تجيب شاشة. حبيبي حجيب لك شاشة من طرف ال هذه النهاية. يلا قولها وخلينا نخربها. ايش بهم والله كانوا يصوروا سراب فجأة ما ادري ايش صار بينهم. والله كذا حيصير. يلا قولها. اقعد والله ما تخرج. والله والله ما تخرج حكنا. والله ما تزعل. طيب ما حزعل بس والله تجيبوا شاشه. خلاص يلا اقعدوا. خلاص يلا. خلاص تامر كريم يا والله كريم. هذا يلعب في الاتحاد حبيبي. يلا يلا تفضلوا. خشوا يا يمين. صحيح صحيح. اللهم صل وسلم عليه. انا اصلي على النبي. السلام عليكم ابوي. انت بالذات ارجع. انت بالذات ارجع. هلا مسعود. اسمع ما نزل عليك كل تعليق. جاب قمص. حبيبي والله. كيف امورك؟ كيف البنوته؟ هذا قمص يا ردود. كسر ام وجه هذا والاهبل هذاك. ايش فيه؟ تمام؟ الاثنين هذول ترضى احد يكسر اشياءك في بيتك؟ انت ترضى؟ لا والله ترضى تكون جالس يجي يفجروا لك الشاشه؟ اي شاشه؟ صح؟ طيب شوف كيف شوف النصر النصر وحد ابغى شغله. كيف؟ انت مو مشترك في شاهد؟ رجعها مكسوره. رجع اكسرها. كيف رجع اكسرها؟ رجعها. فين كانت مكسوره؟ رجعها. كيف كانت مكسوره؟ ايش هو ذا؟ والله ما ادري. غبي ذا؟ هذا مريض. ايش؟ رجع السنابات من الاول. انت عليك قول صحه. عليك قول صحه. قول ايه؟ اقول ايه؟ انت عليك قول صحه. مين هو اللي يقول؟ انت عليك قول قول صحه. قول؟ قول صحه. يعني قليل. ايش رتمتك دحين؟ ايش رتمتك دحين؟ تشوف اسئله هي صح ولا لا؟ شغل شغل نصر. ما ادري انه غبي يا اخي. نبدل
انزل حرك ولا شرع حرك ايش احرك حرك الماء الفاق الماء حرك بحرك وجهك بكسرة جيبه اي شغال اجبك انا مشترك شاهد بلس خلاص ما في شيء والله ما قمص هو اتصل هو كلمك اي والله ايش يقول لك تعال بسرعه ابغاك انت جبت الرجال ليش يا طيب وصارت ما في ارجع والله خايف مننا مساك فيه والله اقسم بالله شوف سنابات ارجع لسنابات ايش في ايش في ايش في مريض قال صح قول صح قول صح انا اوريكم ان المقلب هذه ولا خلاص ما نبدا مقالب ونضحك مع بعض خلاص عرفت انا كنت بقول البعض اجلسك ابو اسمع لك في قل صحه في قل صحه لا لا قول الله في ماتش حريقه بين حبوبه وبين تكلمك كلام ماتش وما ادري انت ايش بك تغير ما تغيرت لاي مباراه من فين جبت ماتش احنا نقول ماتش فين في العقل تقولوا ماتش جدي كان الاول يا اسامه الاول شغل العداد وحشه العب ايوه كفو حبوبه الماتش شكله حار يعني انا قبل اي حاجه قبل اي شيء ابغاك تحترم انه انا جالس العب معاك وانت جالس في نص الشاشه بس طيب انت قوم اقعد هنا جواب جدا بسيط لا الاعذار واضح حبيبي الاعذار واضح عارفين عارفين العب العب يا حبيبي كمل 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 ايوه نرجع سالفتنا يا حبيبي شباب مغطي الشاشه ايش تبغى ما بشي نرجع سالفتنا ايش تقول لي ماتش احنا في الديره نتكلم انجليزي عادي ترى ها؟ في الديرة نتكلم انجليزي ما اتكلم عن الانجليزي لا تورطني في الديرة تورطني هم يقولوا ماتش يا اخي عندنا ثقافات حنا ترى على اخوك بس اخوك اقرب يعني انا ما فهمت المشكلة معك وايش المشكلة بالضبط انت ايش قلت ايش هذا ماتش ها ماتش طيب ليش تدخل يعني كلام الديرة حقكم في الانجليزي كيف ما فهمت ماتش كيف اقولها ماتش بس الانجليزي له كلام انا ما افهم الانجليزي له إيه نطق له نطق ايوه اكسنت لكن ماتش اكسنت ايوه ماتش ما ينفع والله ما لا تدخل كلامكم في وير ار يو فرام 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 وير ار فرام فرام سمعته حتى لو وقفت قلت له فرام يا اخي احب اقول انجليزي بلهجتنا في الديره ما ينفع والله والله ما ينفع احس فيه كذا احس فيه انه بتنبرد بعدين من الانجليزي والله العظيم ادخلي ادخلي هذا في عالم ثاني ترى ادخلي هذا حبوبه حبوبه حبوب قاعد العب معك ترى في يد واحده وما حتفوز ها يلا جيب هذا في الله يا اخي يا رب يا اخي يا خلاص بيد واحده ولا تفوز العب معك بيد واحده ولا تفوز يا حبيبي ما في ما عندك مستوى طيب ما عندك ما حلعب معك ما حلعب ما حلعب ما حلعب ما عندك مستوى خلاص اهدى 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 ابغى اغير فريق لا تغير فريق اهدى خلاص بسم الله عليك أهل. ما بلعب خلاص انا فزت ما العب لا تلعب ولا لا ما ابغى العب خلاص والله تلعب فزت وما هات اليد هات اليد تنفس تنفس هات اليد هات اليد هات اليد العب العب تبغى جيم ثاني يعني لا والله ما يلعب انا اللي بلعب معه انا اللي بلعب وش احنا جالسين ايش نسوي شوط واحد بس لا والله ما خليه يلعب اسامه خليه يلعب اغزمني العب يعني تبي تفوز بالقوه ما انت فايز طب خليك شاهد اذا فايز هذا الجيم لا لا تبغى تاخذ ثارك من اسامه فز علي هات لا انت صعب لا بنلعب العب حنا طب انا فزت علي خلينا نلعب لا 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 العب يا رجال هات لا احد يجي ليش تحب تستفزه يا أخي؟